السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواننا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج 90 دقيقة. طبعا هذه الجولة طبعا فيها بعض المباراة كانت نتائج غير متوقعة، بس تدل على أن في تطور لفرق طبعا المتأخرة شوي. كابتن ماهر سؤال لك، أول شيء نحييك في البرنامج، حياك الله. ثاني شيء كابتن ماهر سؤال، إيش رأيك بالتعادل اللي صار بين فريق الأخرطيات مع فريق السد من ناحية فنية، وأيضا تعادل فريق العربي أيضا مع الريان، هل هي متوقع أو غير متوقع، وإيش رأيك من الناحية الفنية؟ لا أنا بالأمانة في العربي ما كنت متوقع، توقعت أن يقدمون مباراة على المستوى الذهني أقوى، ولكن ما توقعت أنهم يتعادلون، ونهني مع التعادل ممكن فرصة أنهم يتطورون يعني إن شاء الله للأمام. ونقول حق الكابتن حسن شحاته ما قصرت يعني، وهذا الكرة. وبالنسبة للتعادل السد بعد ربع ساعة من المباراة كابتن فهد، توقعت ان المباراة تكون صعبة على السد، وايضا اعتقد ان فريق الاخوية اليوم بعد حقق فوز وقاعد يلاحق السد، واعتقد ان المباراة القادمة راح تكون مباراة مصيرية بين بين الاخوية والسد، مباراة مفصلية، مباراة مهمة، وطبعا اكيد ان جمهور السد راح يكون متواجد وايضا جمهور الاخوية. كابتن فهد يهم الاخوية ان يغلون الفارق للدور الثاني ان يكون 3 نقاط. طبعا احنا قبل لا نروح ايضا الى نشوف مع بعض مقدمة سريعة عن مباراة الجولة، طبعا اليوم معانا ضيف وهو مدرب كبير، مدرب أم صلال، مدرب مارشان، غني عن التعريف، بإذن الله راح نتعاون معه في أمور تخص فريق أم صلال. نروح مع بعض نشوف مقدمة عن مباراة الجولة 10. انطلاقات حاضرة وتمرير الآن جوليو، مرور في الأولى، تمريرة في الثانية، جول 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 جول، عملوها 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 فريق الخور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا نحيي ضيفنا الكابتن مارشان، اهلا وسهلا فيك في برنامج 90 دقيقة. طبعا كابتن مارشان راح نعطي تعريف بسيط عنه، السي في حقه طبعا سنة 2007 2008 الكابتن مارشان درب النجم الساحلي، حقق معه انجازات كبيرة، الفوز بالبطولة الافريقية سوبر كاب افريقيا، وايضا لعب ايضا فريق النجم الساحلي في بطولة العالم للاندية. سنة 2008 2010 درب فريق الخور في الدوري القطري وحقق معهم المركز السادس. ايضا درب المنتخب التونسي في 2010، طبعا للظروف اللي مرت فيها تونس طبعا درب 6 شهور ثم اعتذر، ثم انتقل لتدريب الرجاء البيضاوي من سنة 2011 الى 2012، الفريق كان عندما استلمه كان في المركز 13، وصل معه الى المركز الثالث. كابتن مارشان اليوم انت مع ام صلال، حدثنا قليلا عن تجربتك مع ام صلال وتجربه مع في الدوري القطري وانت تدير هذه المهمه. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal avec l'équipe. ولاعبين أجانب أيضا جدد، وفي بداية الموسم وجدنا لعبنا بطريقة جيدة، وبأن نفرض طريقتنا في اللعب وليس هذا جيد سهلا، ولكن فكرتنا الجماعية هو أن نقدم لاعبا نظيفا. كابتن احنا شوي ندخل في التفاصيل أكثر نوعا ما، بنتكلم على طريقة لعب أم صلال. اليوم أم صلال بالنسبة حق عدد التمريرات، عدد التمريرات في المباراة، الفريق السد المركز الأول، الريان المركز الثاني، الأخوي المركز الثالث، يأتي فريق أم صلال بعدد التمريرات 3974 تمريرة. في عدد التمريرات الصحيحة أيضا يأتي فريق أم صلال في المركز السابع بعد السد والريان والأخوية.
أيضا في عدد التمريرات الصحيحة والنسبة المئوية 88% بعد السد والريان وفريق الأخوة يأتي فريق المصلال. فريق المصلال اليوم يقدم كرة قدم جميلة فيها نسبة استحواذ. إيش من الناحية الفنية إيش تفسر أن فريق المصلال رغم الظروف اللي مرمر فيها هو أيضا نسبة الاستحواذ عالية؟ أنا أود أن يقوم فريق ببناء لعب جيد وبين قوسين يستمتع باللعب، ليس هذا أمرا سهلا. نحن نعرف أن كرة القدم هي هجمات مرتدة، وعندما ننتظر الفريق المنافس في الدفاع ونقوم بهجمات مرتدة ونفوز بهدف أو هدفين، وعندما نريد أن نصنع اللعب أحيانا يكون الأمر طويلا في الإعداد للهجمة وأصعب وصعب أكثر أيضا. وفي طبعا كل في مكانه، لكن برشلونة طريقة لعبه بناء اللعب جيد وأن يلعب لعبا جميلا وممتعا للجماهير، محاولة الفوز بطريقته. كابتن بنتكلم نوعا ما عن محترف، أعتقد أم صلال حققوا معاه نسبة نجاح عالي جدا اللي هو عثمان العساس. اليوم عثمان العساس طبعا الكثير كان يقول ليش الغرافة فقدوا عثمان العساس، في حين أيضا كانت إدارة المصلال مصرة على جلب عثمان العساس. اليوم نشوف بأنك أنت فريق نسبة الاستحواذ وتحب الاستحواذ بالكرة. اليوم عثمان العساس هو أفضل لاعب إلى الجولة التاسعة في عدد التمريرات، بين لعب 703 تمريرة. أيضا أكثر لاعب أفضل لاعب في عدد التمريرات الصحيح أيضا عثمان العساس ب 655 تمريرة. عثمان العساس ما هو كلاعب محترف إيش بالنسبة لك في نسبة الاستحواذ للكرة وبالنسبة حق أسلوبك في اللعب إيش تصنفه؟ فهل هو لاعب مؤثر أو لا؟ أنا أعرف عثمان العساس منذ 5 سنوات عندما كنت أدرب الخور، وقد اكتشفته عندما كان يلعب في الغرفة، وهو لاعب كان يثير إعجابي وهو يلعب بالطريقة التي تعجبني، لأن عثمان العساس يجب أن يلعب في فريق يمسك الكرة وينطلق من وسط الميدان الدفاعي ويلمس الكرة وأن يكون صانع ألعاب، بالرغم من أنه يلعب في مركز دفاعي، ومن ذلك المركز يتمكن من أن